بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. راح نشرح هذا التمرين اللي هو مثال في تجربة لمقارنة خمسة أصناف اللي هي A و B و C و D و E. هالخمسة أصناف من محصول الذرة الصفراء، كان حاصل الوحدة التجريبية بالكيلوغرام كما مبين في الجدول، حيث فقدت بعض الوحدات التجريبية أثناء العمل. يعني شو يقصد بها؟ يعني يقصد هاي الاوبزرفيشن، هاي مثلا هنا أنا ماكو، هنا أنا ماكو، هذني مفقودات. فاللي راح يصير عندنا شنو؟ عندنا هذا هو الار، هذا هو العفو، هذا هو الار، الاعمده 1 2 ل 14، مثلا هذا الار مالته 14، هذا 11، هذا 12 الى اخره. هذا هو التي، التي اللي هو فقط خمسه، وهذا هو شنو؟ وهذا هو الار. ايش دا يسوي هنا؟ ده يجمع هذا الرو ويخلي هنا، ويجمع هذا الرو، ويجمع هذا الرو ويخلي هنا، بعدين يجمعهم كل هنا يطلع هذا الرقم، ويجمع كل الار اي يطلع 61. راح يقسم هذا الرقم على هذا الرقم، راح يطلع له شنو؟ راح يطلع له السي اف. بعد ان يطلع السي اف يوجد الاس اس تي، هذا كابيتال اللي هو يساوي ان السميشن للاكس اي تربيع ناقص السي اف. هاي شنو؟ ناخذ الأربعين ونربحها، الأربعين 29 إلى 56 نربحهم ونجمعهم، ناقص يا رقم ناقص السي اف. إذا صار عندي، صار عندي اس اس تي، وكذلك الاس اس تي هذا سمول يساوي سميشن الاكس اي دوت اللي هو هذا. يعني هذول نجمعهم ونربحهم ونقسمهم كل واحد على الار مالته. يعني هذا الربعة ونقسم على 14، هذا نجمع الربعة ونقسم على 11 ونجمعه ويا الاخ الى ان نكمل اخر واحد هو 13، راح يطلع لي هذا الرقم اللي هو الاس اس تي. الاس اس اي الايرور يساوي الاس اس تي ناقصا الاس اس تي هذا، ويطلع لنا هذا الرقم. شو نسوي به ذني؟ هسه نشوف. راح ندخل الى الجدول هذا اللي يسموه جدول ايش؟ والله نسيته، ماشي يجي. هذا الجدول ايش راح نسوي بهذا الجدول؟ او شو راح يتكون هذا الجدول؟ شو راح يتكون هذا الجدول؟ هذا الجدول يتكون من هذا العمود اللي هو بثلاثة اشياء، وهذا العمود اللي هي دي اف اللي هي درجات الحرية، degree of freedom. هاي degree of freedom لأول واحد اللي هو تي ناقص واحد، التي هو من واحد للخمسة هذني وصارت أربعة، وهذه أعتقد القانون مالتها هي تصير تي، يعني أنا جربتها تصير تي آر ناقص واحد، تي آر ناقص التي R ناقص واحد، وفعلا تطلع 56. وهذا هو إما الـ N ناقص واحد أو summation للـ R I هاي اللي هي 61 ناقص واحد. إذن هذا افتهمنا درجات الحرية لكل من دول الثلاث. نجي الـ SS، الذولة الـ SS اللي هو Square Error اللي هو هذا أول واحد، هذا ثاني واحد، وهذا ثالث واحد، خليناهم هنا. نجي على الـ M Square، MS اللي هو المين Square Error. شو نسوي؟ هذا شلون نستنتجه؟ راح نقسم اي هذا على يمن، على ذولا، على degree of freedom أربعة. يعني نقسم هذا الرقم على أربعة يطلع هذا، نقسم هذا الرقم على 56 يطلع هذا الرقم، راح نقسم اي هذا الرقم على هذا الرقم راح يطلع 19 اللي هو الاف. هذه منين نجيبهم؟ هذه نجيبهم من الجدول. شلون نجيبهم من الجدول؟ عندنا هذه 0.5، هاي 0.5 تقسم على 2 شو تصير؟ تصير 0.25. هاي 0.25 ندخل بها للجدول، لكن وياها شنو؟ وياها درجات حرية 4 و56. اذا نقاطع، راح من ناخذ 0.25 ودرجات الحرية 4 و56، ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا هذا الرقم، وكذلك الـ 0.01 ايضا راح نقسمها على 2 وراح يعطينا ايضا هذا الرقم. هذا الرقم الجدولي الـ F table يسموها. ايش راح نسوي؟ راح نقارن. اذا كانت هذه اكبر من هذا، اذا اكو هنالك شنو؟
أكو هنالك فرق، أكو هنالك يسموه هنالك تأثير معنوي، أكو هنالك بما يسمى بالتأثير المعنوي. حقيقة هذا سؤال حلو وسؤال مهم وجدير بالشرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.